بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، السيد رئيس المجلس الشعبي الولائي، السادة الحضور الكرام، بهذه المناسبة السعيدة أتمنى للجميع لمواطني ومواطنات ولاية بلزان عيد سعيد وعمر مديد، وكل عام وأنتم وأهليكم بخير. الشكر موصول أيضا إلى كل من سهر على توفير هذه الأجواء الرائعة التي جرت فيها مناسبة شهر رمضان المعظم والاحتفالات بعيد الفطر المبارك. يعني نقدر نقول باللي ما عدا المشكل نتاع حوادث المرور، الأجواء في الولاية جرت على أحسن ما يرام نتيجة لتضافر الجهود ومشاركة الجميع في التحضير وإجراء والانتهاء من هذه المناسبة السعيدة. أخص بالذكر مختلف الأسلاك والمصالح الأمنية، أخص بالذكر أيضا إطارات ومستخدمي جهاز الحماية المدنية، اتحاد التجار، الأعوان ومسؤولي وإطارات مديرية التضامن، كل المجتمع المدني الذي ساهم أيضا في توفير وإثراء المنظومة التضامنية التي كان بها عدة متدخلين من خلال الطرود الغذائية من جهة، أو من خلال مطاعم الرحمة التي لا تعد ولا تحصى. كل من ساهم في إيصال البسمة للمواطنين والمواطنات، كل من ساهم من قريب أو من بعيد، حتى من شاركنا بالدعاء فقد ساهم في إنجاح هذه المناسبة العظيمة. كل ما أتمناه هو أن تتواصل هذه الهبة التضامنية في سائر المناسبات التي لازالت أمامنا. إذن باسمكم جميعا، أصالة عن نفسي ونيابة على كل إطارات مستخدمي ومنتخبي الولاية، أشكركم جزيل الشكر. تحية الجزائر، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أوراس تي في، حيث يتجلى الخبر بكل تفاصيله.